العبادي يعلن انطلاق عملية تحرير غرب الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. تونس تستضيف اليوم اجتماعا ثلاثيا حول الأزمة الليبية بمشاركة وزيري خارجية مصر والجزائر. رئيس الوزراء يلتقي اليوم الوزراء الجدد لمتابعة خططهم خلال المرحلة المقبلة. جولة أخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم إلى جولة أخبار منتصف النهار. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الجولة نتحول مع حضراتكم لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من ميونخ على هامش مشاركته في قمة الأمن. أن نتعامل مع جيراننا ولكن يستغرق الأمر كثيرا لإقامة علاقات. لقد خلال 35 عاما لم يحدث ونجني من ورائها سوى الدمار، وبالتالي فإننا نرى الآن بأن العالم يدرك الآن أن النظام الإيراني يحقق ويدعم تلك الجماعات، ومن ثم يجب عليه التوقف وتغيير سياساته في المنطقة. لقد وضعت سعادتكم النقاط بوضوح فيما يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية من إيران. لقد استمعنا من وزير الخارجية الإيراني اليوم. لقد قدمت إيران خلال الأيام الماضية عروضا واقتراحات للتعامل مع السعودية. ما نتطلع إليه الآن هو اتخاذ خطوات وليس كلاما فقط، فالأفعال أبلغ من الأقوال. هل تقوم إيران بإرسال صواريخ الباليستية إلى اليمن للهجوم على السعودية ثم نتحدث فقط على طاولة المفاوضات؟ الشيء الذي يجب أن نضعه في الاعتبار بأنه عندما تقوم إيران بإرسال صواريخ باليستية إلى اليمن هذا عمل إرهابي، وعندما تدعم إيران بشار الأسد في سوريا وعندما تدعم أيضا الشيعة في البحرين والسعودية فهذه خطوات مهمة جدا يجب أن يتحدثوا عنها. إذن ما هي الخطوات التي يجب أن يتم تفعيلها وترى أنها قد يقوم المجتمع الدولي جانب إذن من حديث عادل الجبير وزير الخارجية السعودية على هامش مشاركته في قمة الأمن بميونخ، ويبدو الحديث حول الدور الإيراني في المنطقة مسيطر على هذه على هذا الجانب النقاشي الذي يحدث مع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، جانبا إذن من كلمة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير. وإلى سياق النشرة، حيث سيطرت القوات العراقية على قريتين تقعان إلى جنوب الموصل بعدما بشرت الأحد العملية العسكرية لاستعادة غرب المدينة من تنظيم داعش الإرهابية. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أطلق اليوم عملية تحرير الساحل الأيمن من الموصل غربية محافظة نينوى آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في العراق بعد استعدادات استمرت لأسابيع. من جهته قال قائد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الجنرال ستيفن تاونسوند إن معركة الموصل ستكون صعبة لأي جيش في العالم. وأضاف تاونسوند إن القوات العراقية قادرة على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتتحمل العبء الأكبر عن دول العالم في التصدي إلى وحشية هذا التنظيم، مشيرا إلى أن المعركة ستلخص أو ستخلص 100,000 من العراقيين الذين عانوا لأكثر من عامين في ظل قمع عناصر داعش غربي الموصل.
الموصل. وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت أنها أسقطت ملايين المنشورات على غرب الموصل لتحذير السكان من أن معركة طرد مقاتلي داعش الإرهابية على وشك أن تبدأ، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه القوات التحرك في اتجاه المنطقة. نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات قادمون يا نينوى لتحرير الجانب الأيمن من المدينة، من مدينة الموصل، كما حررنا المناطق الأخرى. ونعلن لقواتنا البطلة أن تنطلق بكل شجاعة وبطولة لتحرير ما تبقى من هذه المدينة، ولتحرر المواطنين من بطش داعش وإرهاب داعش، وتخلصهم للأبد من هذا البطش والإرهاب. فإن مهمتنا الرئيسية هو تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض. وها قد أبليتم بلاء حسنا أيها الأبطال بتحريركم لباقي المناطق والاهتمام بالمواطنين والنازحين وتوفير الخدمات لهم. ونؤكد مرة ثانية كما أكدنا سابقا على ضرورة الاهتمام بهم والتعامل مع المواطنين بكل إنسانية وتوفير جميع المستلزمات للنازحين كما عهدناكم أيها الإبطال أيها المقاتلون. ومرت معركة استعادة السيطرة على الموصل من تنظيم داعش بعدة مراحل، بداية من 17 من أكتوبر من العام الماضي. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة. سعادة العميد مرحبا بك، ما المعطى الجديد الذي تغير وعلى أساسه يمكن التعويل على هذا المنعطف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. اليوم انطلقت العمليات العسكرية بالمرحلة الثالثة من أجل تحرير وتطهير الجهة الغربية أو الساحة الأيمن للموصل. القطاعات التي اشتركت فيها قطاعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحج الشعبي في الصفحة الأولى من المرحلة الثالثة، مدعومة بغطاء جوي من قبل القوة الجوية العراقية وأيضا طائرات التحالف الدولي وطيران قريب تابع لطيران الجيش العراقي. التقدم جيد، القطاعات مستمرة بعملية تقدمها وتم تحرير العديد من المناطق والقرى المهمة. لا زال أبطالنا في عملية تقدمهم وفي الخطة التي وضعت الاستراتيجية والتشكيك ليحققون تقدم كبير. حقيقة ما شاهدناه هو انهيار بين خصوص عناصر التنظيم الإرهابي. لم يكن هناك مجابهة تذكر وإنما بعض مفارز التعويض مثل في مفارز الهاون. سعادة العميد، هذا الحديث المشجع بدأ منذ 17 من أكتوبر الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي قرب السيطرة تقريبا على 42 كيلومترا مع الدقائق الأولى لبدء العملية وليس من ساعتها، لكن المسألة طالت بدرجة كبيرة ولم يكن الأمر مستغربا عندما سيطر ما يعرف بتنظيم داعش على الموصل في بضع ساعات من الجيش العراقي والميليشيات المساندة له. لماذا طالت هذه العملية كل هذا الوقت وقد تطول لأكثر من ذلك؟ المشكلة سيدي والتحدي الكبير الذي يقع أمام قطاعاتنا هو في المناطق. الآن نحن باتجاه الساحل الأيمن، هذا الساحل يمثل بحدود 40% من ساحة مدينة الموصل، ساحل مكتظ بالسكان بحدود 750 ألف نسمة. أيضا الأحياء الأزقة الأفرع هي ضيقة، لهذا رسالتنا هي إنسانية قبل أن تكون عسكرية، هي الحفاظ على أرواح المواطنين. ونجحنا بشكل كبير بالمرحلة الثانية، وأيضا نحن الآن في المرحلة الثالثة. ما نضع أمام عيوننا هو أن تحافظ على أرواح المواطنين والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة. لهذا تقدمنا يكون بخطة وتوقيت زمني دقيق ونحقق الانتصار. لكن ما تقوله هذا يصطدم مباشرة ببعض التقارير التي تريدها بعض المنظمات الحقوقية، وكان آخرها ما أوردته هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات ترتكب بمعرفة قوات عراقية حكومية في المدن التي تحرر أصلا من عناصر التنظيم. أعتقد هذه التقارير ليست دقيقة. أتمنى على هذه المنظمة، هي جالسة في أمريكا وتعطي تقارير، أتمنى أن تأتي على الأرض وتشاهد مدى
التفاف المواطنين مع القطاعات المشتركة وما يقدم أبناء القوات المشتركة للمواطنين. أنا أتجول في الموصل، أتكلم معك الآن من منطقة العريج في الموصل. نعم. والمواطنين متفائلون، الأعلام العراقية، التفاف، علامات النصر المرفوعة على أيدي الأطفال والنساء والرجال. أعتقد يجب أن تكون هذه المنظمة على الأرض لتسجل نعم نفسها ما يقوم بأبناء القطاعات المشتركة. قد يكون المؤشر إيجابيا بما يكفي لو كانت الأعلام العراقية وحدها. العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة متحدثا إلينا عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية استعادة الموصل، شكرا جزيلا لك. تستضيف تونس اليوم اجتماعا ثلاثيا حول الأزمة الليبية يشارك فيه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، وذلك تمهيدا لقمة رئاسية على مستوى الدول الثلاث. ويناقش الاجتماع جهود حل الأزمة الليبية ومنها نتائج اجتماعات الفرقاء الليبيين التي جرت بالقاهرة، وأيضا مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. التسوية العاجلة في ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية ومساعدة هذه البلد على التخلص من الجماعات الإرهابية هي أهداف مشتركة تسعى دول جوار ليبيا لتحويلها إلى واقع. ومن أجلها تستضيف تونس اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية الدول الثلاث، تونس ومصر وليبيا. اجتماع تونس تكمن أهميته في التمهيد لعقد قمة ثلاثية على مستوى رؤساء الدول الثلاث بداية من الشهر المقبل، وصياغة مبادرة سياسية مشتركة للحل في ليبيا تفك تشابك أدوار المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب، وهي الرؤية التي تبنتها مصر بعد اجتماعات مكثفة عقدت في القاهرة بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، نتج عنها نقاط عدة من أهمها إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري وإجراء انتخابات شاملة في فبراير من العام المقبل. اجتماع تونس سيناقش أيضا المبادرة التي طرحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي أعلن عنها الشهر الماضي دون الكشف عن تفاصيلها، مكتفيا بالإشارة إلى أنها ترمي إلى إطلاق حوار يجمع كل الفرقاء الليبيين للاتفاق بشأن تشكيل حكومة وجيش موحدين، وذلك برعاية مصر وتونس والجزائر. استقرار ليبيا يعتبر بمثابة أمن قومي لجميع دول الجوار، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من عملية إرهابية وانتشار للسلاح. لذا تسارع مصر وتونس والجزائر الزمن لوضع حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي. اجتماعات دول جوار ليبيا مرت بعشر محطات وجميعها أكدت على سيادة ليبيا ورفض التدخل العسكري الأجنبي، فيما سيناقش اجتماع تونس نقاطا عدة من بينها ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الآن من تونس الكاتب الصحفي ثامر الزغلامي. مرحبا بك سيد ثامر. مرحبا.
بداية سيد ثامر، هذا الاجتماع الثلاثي في تونس ومن قبله كان هناك اجتماع في القاهرة العاصمة المصرية. نحن نرى الآن سيد ثامر أن الأزمة الليبية لن تخرج حلولها عن ثلاث، وهي حلول عربية إسلامية إفريقية وأرو متوسطية أيضا. كيف ترى الجهود الحثيثة التي تقوم بها دول الجوار أولا العربية؟ نعم، هو في الحقيقة كما ذكرتم في التقرير منذ قليل، أمن ليبيا هو من أمن تونس وأمن الجزائر وأيضا أمن مصر، باعتبار تواجد أو وجود مجموعات مسلحة في ليبيا، مجموعات إرهابية من حين إلى آخر تشكل خطرا على دول الجوار وخاصة تونس. نعرف جميعا أن عديد العمليات التي نفذت في تونس كانت في خطط لها في ليبيا من طرف قيادات تنتمي إلى تنظيمات متطرفة، وبالتالي فإن السباق نحو تحقيق الاستقرار في هذا البلد تقوده تونس والجزائر ومصر، باعتبار أن هذه الدول الثلاث هي معنية مباشرة بالاستقرار في ليبيا. في الحقيقة هناك عديد الاجتماعات التي حصلت، الاجتماعات الثلاثية والرباعية وأيضا الاجتماعات مع الأطراف الليبية الفرقاء الليبيين في تونس أيضا في الجزائر، وكل هذه المجهودات ترمي إلى تحقيق استقرار سياسي أو توافق سياسي في ليبيا على غرار ربما ما حدث أو ما جرى في تونس على قاعدة الجامعة العربية وأيضا على قاعدة اتفاق الصخيرات الذي حصل في المغرب. إلى حد الآن بعد اجتماع القاهرة نرى أنه حصل تقدم ما في التوافق الليبي، وننتظر الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية تونس ومصر وليبيا الذي سينعقد في الأول من مارس في تونس، ثم ربما على ضوء هذا الاجتماع ستنعقد قمة ثلاثية ستكون فيها. نعم، يعني هذا سيد ثامر نركز فيه على دول الجوار، ولكن لابد أن نعول كثيرا أيضا على دور الدول العربية، ليست فقط الدول الجوار، وننتظر ما سيتم من خلال هذا الاجتماع الثلاثي في تونس دولة الجوار وأيضا باقي الاجتماعات الأخرى. نشكرك جزيل الشكر، كان معنا من تونس الكاتب الصحفي ثامر الزغلاوي. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة بعد اختتام زيارته للعاصمة الكينية نيروبي، وكان قد زار قبيل مغادرته كينيا مركز الأمم المتحدة في إفريقيا والذي يضم عددا من مقرات المنظمات الدولية والإقليمية، واستمع إلى شرح من مديرة المركز حول أهم أقسامه والمهمات التي يطلع بها، ثم قام بغرس شجرة في تقليد يقوم به رؤساء الدول الذين يزورون المركز. وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا عقداه بعد مباحثاتهما، أكد حرص مصر على التشاور المستمر مع كينيا من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية. تواجه البلدان الشقيقان العديد من المخاطر المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والتهديد المستمر من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المتشددة. وقد أكدت لأخي الرئيس كينياتا خلال مباحثاتنا اليوم دعمنا الكامل للحكومة الكينية في مواجهتها لهذه الظاهرة البغيضة، وعزمنا على تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة تلك الآفة التي أضحت تهدد المجتمع الدولي برمته. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى ما يقوم به الأزهر الشريف من دور هام كمنارة للفكر الإسلامي المعتدل وفي نشر الأفكار والتعاليم الدينية الصحيحة لمواجهة الأفكار الدينية المتطرفة وتكثيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف. من جانبه أكد رئيس الكيني أوهورو كينياتا تطلع بلاده إلى دفع العلاقات مع مصر قدما، ولا سيما في مجالي الصناعة والتجارة، ودعا إلى العمل بقوة مع مصر من أجل درء خطر الإرهاب عبر تداول المعلومات. الإرهاب والتطرف في إفريقيا وكثير من دول العالم يضعنا أمام العديد من التحديات، وهو ما يحتم علينا العمل سويا، وبالفعل اتفقنا على العمل معا لضمان محاربة هذا الفكر المتطرف عبر تبادل المعلومات والبرامج التي تخلص الشباب من الأفكار الراديكالية وتركز على تعاليم الإسلام السمحة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من كبرى المنظمات الأمريكية اليهودية لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، ويتناول اللقاء مناقشة أهم التطورات والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط والتي يأتي على رأسها خطر الإرهاب والأوضاع في سوريا وليبيا وأهمية دور الولايات المتحدة في المنطقة. كما يتطرق اللقاء إلى عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين. يلتقي رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم وزراء التربية والتعليم والتموين والتجارة الداخلية والنقل. اجتماع رئيس الوزراء اليوم يأتي في إطار لقاءاته الدورية بالوزراء الجدد لمتابعة ملفات وزارتهم وخططهم العملية خلال المرحلة المقبلة. كما يعقد إسماعيل اجتماعا مع مسؤولي شركة الريف المصرية بحضور عدد من الوزراء لمتابعة عمل الشركة في مشروع المليون ونصف فدان. وكان رئيس الوزراء قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء الجدد، وعقب لقائه رئيس الوزراء قال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان إن الاجتماع ناقش سبل توثيق علاقة الحكومة مع مجلس النواب واحترام الاختصاص الدستوري للمجلس وتلبية طلباته في ضوء المسموح. اختصاص وزارة شؤون مجلس النواب بعد تعديل التسمية الخاصة بها، وإن شاء الله هيكون الاختصاص بإعداد مشروعات القوانين في جهة واحدة لدى وزارة العدل، وستشارك وزارة شؤون مجلس النواب في الاجتماعات الخاصة بمشروعات القوانين حتى تكون على بينة منها. قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد إن هناك آليات جديدة لمتابعة مشروعات الحكومة وتطوير الجهاز الإداري للدولة والالتزام بمنظومة التخطيط لعام 2030. جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لأون لايف بعد اجتماعها برئيس الوزراء. أبرز النقاط اللي اتكلم عليها معالي رئيس الوزراء هو تطوير منظومة التخطيط بحيث أنها تنعكس، يبقى عندنا يعني أرقام وملامح على المستوى القطاعي وعلى مستوى الجغرافي وعلى مستوى المحافظات والمكاني، بحيث أن احنا نقدر لما بيجي نعمل برامج لتخفيف العبء على المواطنين يبقى الموضوع فيه واضح بالنسبة لنا بشكل أكثر. أيضا آلية المتابعة، لابد أن يكون هناك آلية متابعة دقيقة سواء كان على مستوى الخطة أو على مستوى المشروعات. النقطة الثانية هي تطوير الجهاز الإداري، لأن طبعا احنا عندنا وبشرية ضخمة جدا، ويعني تطوير هذه الثروة البشرية وتطوير الجهاز الإداري عشان نقدر نساهم في تخفيف العبء على المواطنين. فهناك مجموعة كبيرة من البرامج، مجموعة كبيرة من المبادرات إن شاء الله هنطرحها قريبا للجهاز الإداري إن شاء الله. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار إن هناك اتجاها لإدارة الأمور بشكل اقتصادي بقطاعي التعليم الجامعي والبحث العلمي لإفادة المجتمع ككل ولا مساس بمجانية التعليم الجامعي. جاء ذلك في تصريحات له لأون لايف عقب اجتماعا مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل. الجامعات المصرية جامعات عريقة جدا وفيها إمكانيات كبيرة قوي، ولكن دايما بننسى أن احنا نستغل إمكانياتنا ده بمفهوم اقتصادي. فإزاي أن احنا نقدر نطور التعليم وإزاي نطور البحث العلمي دون أن احنا نكلف الدولة يعني نوع من أنواع الإجهاد اللي غير موجود في الوقت الحالي نظرا لطبعا الاقتصاد بتاعنا اللي لسه بيتعافى. فكان الاتجاه العام أن احنا إزاي نزود مصادر الدخل للجامعات للصرف بيها على البحث العلمي والتعليم. فاتكلمنا في أمور كتيرة يمكن أن تدار بهذه الطريقة، زي ما اتفقنا أن احنا عندنا مراكز أبحاث على مستوى الجامعات المصرية منتشرة في كل الجمهورية، عندنا مراكز أبحاث فيها باحثين فقط، مركز قومي للبحوث والهيئات المختلفة، كل دول يمكن أن يداروا بفكر اقتصادي يمكن منه أن يعود بعائد على الجامعات والمراكز البحثية وفي نفس الوقت على التنمية. فإحنا دون المساس بأي مجانية ودون المساس بأي شيء يمس التعليم العالي، بل بالعكس إحنا لما يبقى عندنا عائد وفائض نقدر نحن نطور العملية التعليمية ونقدر نطور البحث العلمي أكتر من ناحية أجهزة ومعدات وإلى ذلك. قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة الجديد إن تعيين 3 نواب له مؤشر جيد لخدمة الفلاح. وأضاف البنا خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه برئيس الوزراء أن هناك خطة استراتيجية لتقليل الاستيراد بنسبة 25% الفترة المقبلة. أهم شيء بلغنا دولة رئيس الوزراء وهو التأمين الغذائي للمصريين. طبعا كلكم عارفين عملية الأسعار وعملية الأشياء دي كلها، تأمين الغذائي للمصريين.
طبعا تدرج الحديث على اساس ان يبقى في دعم فني للمشروعات القوميه. في شيء جديد اللي احنا نعمله بالتنسيق مع وزاره التموين، ان احنا نعمل مناطق جيولوجيه في المحافظات كلها لتسويق محاصيل الخضر والفاكهه والثروه الحيوانيه. ايضا ان شاء الله هيتم التنسيق ويبقى في عمل خطه باليه تنفيذ لاستلام القمح. طبعا تعرفين ما حدث العام السابق، فاحنا في خطه تنفيذيه بتتم، واحنا عندنا في الوزاره حاليا بنقوم بدايه بالتصوير الجوي لمعرفه المساحه الفعليه لزراعه القمح في مصر، وبالتالي هعرف في كل محافظه بتزرع ايه قمح، فبالتالي هيبقى عندي قاعده بيانات موجوده لزراعه القمح. أكد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف اهتمام القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها، مشيرا إلى أن الصعيد يمتلك الأشخاص القادرين على تنفيذ كافة الخطط التنموية. وقال خلال زيارته لمحافظة أسيوط اليوم أن المرحلة القادمة تحتاج إلى جهد مضاعف وإلى عمل كل أفراد المجتمع، مشددا أن هدفه هو تحسين نوعية الحياة في جميع المحافظات. وأوضح الوزير أنه سيتم خلال 3 أشهر عمل خريطة طريق تنموية لكل المحافظات، فضلا عن عمل مجالس تنموية استشارية تطوعية لكل محافظة لتمكينها وتطوير الخدمات بها، مشيرا إلى أن تنمية الصعيد ستبدأ من محافظة أسيوط. من أسيوط ينضم إلينا مباشرة الزميل بكر الشرقاوي، موفدنا إلى هناك. بكر، أجمل لنا ما دار في هذه الجولة، وهل بدأت ملامح وزير التنمية المحلية الجديد في الظهور مباشرة من صعيد مصر؟ أهلا زميلي أحمد، أتواجد الآن أمام ديوان عام محافظة أسيوط حيث انتهت منذ قليل جولة وزير التنمية المحلية الجديد الدكتور هشام الشريف. استهل الجولة الدكتور هشام بزيارة مدرسة المتفوقين بأسيوط، هذه المدرسة هي الأولى من نوعها داخل صعيد مصر، وبعد ذلك توجه إلى القرى الأكثر فقرا حيث قام بزيارة قرية موشا وقرية درونكا. كان له العديد من الملاحظات خلال جولته بقرية موشا من حيث الخدمات المقدمة داخل القرية، من حيث الوحدة الصحية ومن حيث مكتب التموين، وكان له وخرج في بعض الأمور عن سياق الجولة التي قام بها بزيارة بعض الأماكن التي لم تكن مقررة داخل جدول زيارته كمكتب التموين، وفوجئ ببعض الملاحظات بتهالك هذا المبنى ووجود فقط فردين من الموظفين لخدمة أكثر من 9000 بطاقة تموينية على مدار الشهر. كان له توجه بعد ذلك إلى دير العذراء بجبل أسيوط بقرية درونكا، حيث بكر قبل أن تغادر هذه الجزئية يؤنس مطران أسيوط. الحديث عن القرى الأكثر فقرا أو الأكثر احتياجا داخل محافظات الجمهورية مختلفة، محافظة أسيوط تحديدا لها حصة وافرة من هذه القرى، ما يعني أن هناك إشكالية في الفقر وفي قلة المشروعات التنموية أو الخدمية لأهالي هذه القرى. هل بدأ وكأن هناك استراتيجية، حتى وإن لم تكن من صميم اختصاص وزير التنمية المحلية، هل بدأ وكأن هناك استراتيجية من قبل الدولة لتنمية هذه القرى أو للذهاب مباشرة صوب هذه القرى؟ في تصريح خاص لأون لايف صرح وزير التنمية المحلية هشام الشريف بأنه قرر إنشاء مجالس تنموية لكل محافظة في صعيد مصر. تقوم هذه المجالس، هي مجالس تطوعية واستشارية، تقوم هذه المجالس في خلال 3 أشهر فقط بوضع خطة عاجلة وشاملة لتنمية محافظة أسيوط وتنمية كل محافظة من صعيد مصر. هذه الخطة سيتم اعتمادها وعرضها على الوزير في خلال 3 أشهر فقط، وسيتم عمل خطة تشمل عامين لمدة عامين لبدء تنفيذ هذه الخطة، وخمسة أعوام على الأكثر كخطة خمسية لتنمية صعيد مصر تعتمد على الشباب الصعيد بشكل خاص. شكرا جزيلا لك بكر الشرقاوي، مراسلنا من محافظة أسيوط الذي تابع جولة وزير التنمية المحلية إلى أسيوط، شكرا لك. شهد محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد حضور قافلة تموينية لدعم أهالي منطقة المطرية، تعزيزا لدور المحافظة في توفير السلع بأسعار منخفضة للمواطنين. وتشهد المحافظة نشاطا كبيرا خلال المرحلة الأخيرة، وذلك لتوفير السلع بأسعار مناسبة للطبقات المتضررة من القرارات الاقتصادية للحكومة. القافلة في المطرية النهاردة طبعا منطقة شعبية، واحنا شايفين قد ايه ناس مقبلة على القافلة.
الحقيقة القافلة لما بتكون أعداد كبيرة من العربيات بتضم كل السلع وبالأسعار اللي في متناول الناس بتلاقي هذا الإقبال. احنا طبعا هنستمر في هذه القوافل، احنا زي ما قلت قبل كده يوم بعد يوم قافلة على طول في منطقة شعبية، فالحمد لله جايبة نتيجة كويسة جدا، والأسعار في المناطق اللي احنا بننزلها فعلا بتهبط نتيجة زيادة المعروض بدرجة كبيرة. النهاردة في حوالي يمكن 15 عربية في الميدان، يعني العرض بنحاول ان هو يكون اكبر ما يمكن عشان نقدر نتمكن من تلبية الاحتياجات وبالتالي الضغط على الاحتكار وتقليل الأسعار. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال فقرات هذه النشرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. نجدد الترحيب بحضراتكم. أعلن المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري سيزور الولايات المتحدة الأمريكية في 25 من فبراير الجاري في زيارة تستمر ليومين. وبحسب بيان الخارجية يعقد شكري عددا من اللقاءات خلال هذه الزيارة مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ومسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة. وفي سوريا، نفذت طائرات الجيش السوري ضربات على مناطق محاصرة تسيطر عليها المعارضة في حمص ودرعا وفي ضواحي العاصمة دمشق، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجمات استهدفت حيي القابون وبرزة الواقعين على الأطراف الشمالية الشرقية والمسيطر عليها من قبل المعارضة. وتخضع مناطق غرب سوريا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة والمعارضة، فيما يدخل الطرفان في محادثات سلام في جنيف الأسبوع المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينوي إنشاء مناطق آمنة في سوريا حتى تنتهي الأزمة. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله إنه ينوي إقامة هذه المناطق في سوريا بدلا من فتح أبواب بلاده لأشخاص لا يعرفهم على حد قوله. وكان ترامب قال الشهر الماضي إنه يعتزم إقامة هذه المناطق الآمنة في سوريا بهدف حماية الأشخاص الفارين من العنف على حد تعبيره. كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي عن صيغة جديدة لحظر السفر ستصدرها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تمنع حاملي البطاقات الخضراء التي تمنحهم حق الإقامة من الدخول ولا المسافرين الذين استقلوا طائرات بالفعل. وقال كيلي إن رئيس دونالد ترامب يفكر في نشر نسخة مبسطة أكثر من المرسوم السابق، مؤكدا أن قراره لم يكن موجها ضد المسلمين وإنما يتعلق بمراجعة إجراءات الهجرة من الدول للسبعة، وذلك لضمان عدم دخول أي إرهابي إلى الولايات المتحدة على حد تعبيره. تختتم اليوم أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، حيث ناقش المؤتمر العديد من القضايا الأمنية الهامة على مستوى العالم، منها الشراكة عبر المحيط الأطلسي والتعاون في مجالي الأمن والدفاع في أوروبا والعلاقات مع روسيا والحرب في سوريا والوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. بدا العالم الغربي بأنظمته ومؤسساته على حافة الهاوية، وقادة العالم يشاركون في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن نتيجة عوامل عديدة. يأتي على أولويتها ضعف تمسك الاتحاد الأوروبي ومخاوف التفكك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتداعيات انتخاب ترامب وتصريحاته عن حلف الناتو، وخلافات أمريكا مع روسيا، ووصول الهجمات الإرهابية إلى قلب أوروبا، ما يخلق تحديات إيجاد حلول لهذه الملفات الشائكة. يناقش المؤتمر 53 للأمن في ميونخ الشراكة عبر المحيط الأطلسي والتعاون في مجالي الأمن والدفاع في أوروبا والعلاقات مع روسيا والحرب في سوريا والوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. فوق منصة واحدة يجتمع قادة السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل للمشاركة في هذا المؤتمر، وبين هذه الدول اختلافات في الرؤى والتوجهات قد ترقى إلى درجة الصراع. أوروبا هي الأخرى لم تبدو متمسكة هذه المرة، فأزماتها الداخلية تطاحن من تدفق أعداد اللاجئين الفارة من مناطق الصراع إلى الضربات الإرهابية الموجعة التي تطالها رغم وجود الحذر الأمني. كل هذا يجعل العالم منكبا على أزماته الداخلية، والجميع يحلم بحل حالة تلك الأزمات.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرالت إن الهجمات الإلكترونية التي يشتبه في أن روسيا قامت بها في إطار الانتخابات الرئاسية الفرنسية تمثل شكلا من أشكال التدخل المرفوض، وأضاف أن روسيا هي أول من أشار إلى أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية هو مبدأ أساسي في الحياة الدولية، محذرا من المساس بما أسماه الاستقلال والسيادة الوطنية الفرنسية. ذكر استطلاع أجراه معهد إيفوب للاستطلاعات بفرنسا أن نحو ثلثي الناخبين الفرنسيين يرغبون في انسحاب المرشح الرئاسي اليميني فرانسوا فيون بعد أنباء عن حصول زوجته على راتب لوظيفة وهمية. وأظهر المسح أن قرابة 65% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في انسحاب فيون. وقال المعهد إن هذه النتائج تمثل تراجعا بواقع 3 نقاط مئوية مقارنة مع استطلاع مماثل أجري قبل نحو أسبوعين. وقال فيون الجمعة الماضية إنه سيبقى في السباق بعد تأكيده بأنه سينسحب إذا ما أجري معه تحقيق رسمي بشأن وظيفة زوجته. إلى ميونخ مرة ثانية، حيث المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا يتحدث على هامش مشاركته في قمة الأمن في ميونخ. الحكومة والولايات المتحدة قررت أنه بعد هذه الاتفاقية يجب أيضا أن تتدخل بقوة، وكان هذا الرأي من الجانب السياسي من خلال جون كيري، ولكن إن القدرة على مقاومة هذه وجبهة النصرة بصفة خاصة، هناك العديد من العناصر التي تلعب في المنطقة لإيقاف النيران. كانت هناك محاولة أخرى لإيقاف إطلاق النار، وكانت في سبتمبر في عام 2016، وكان هناك اجتماع وحضرته أيضا بين جون كيري ولافاروف، وقد توصل إلى اتفاق يتعلق بإيقاف النيران فورا. ومع وجود بعض الحوادث التي تقع من وقت لآخر، وبالتالي إرسال القوافل الإنسانية، هذا نتج عنه موجة من الرغبة والجوانب العسكرية. في المقام الأول كان هناك تركيز هام على كل فرد أن يصبح مؤيدا لعملية التدخل العسكري وما يحدث من عمليات في حلب، ولكن كانت هناك مناشدة أيضا دولية باتخاذ رؤية أخرى تتعلق أيضا بالموقف في حلب، ويجب أن تتغير السياسات. كان الاتحاد الروسي وأيضا وتركيا كانت لديهم رغبة واضحة بألا نتدخل بصورة عسكرية قد تؤدي إلى تدمير حلب. نظرا لوصول عدد السكان لأكثر من 51,000، هناك العديد من اللاجئين أيضا. فيما يتعلق أيضا بالسياسة والدبلوماسية التي يجب أن تسير في طريقها الصحيح لإيجاد حل لتلك المشكلة الكبرى في حلب، التقوا أيضا في أنقرة، وكان هناك اجتماع ناقش أيضا الجانب العسكري الروسي، ولكن الجزء الأسوأ في النهاية هو استخدام القوى العسكرية التي قد تؤدي إلى تدمير المدينة. وبجانب ذلك كانت هناك رؤية أيضا ننظر بقرب عن المنطقة وإجراء مناقشات أيضا، ووجود تركيا
وروسيا أيضا لإيقاف النار في هذه المنطقة. وأنا أرى في وجهة نظري المتواضعة أنه يجب النظر بحرص إلى مثل هذه الأمر. ولماذا؟ نظرا لأن كلا الدولتين لديهم قوات ومعدات على الأرض ويمكنهما أيضا اتخاذ خطوات فعالة، ولكن يجب إرساء آلية للتعامل وآلية للمراقبة لضمان عملية الردع. نحن ندعم أيضا الاجتماع الذي تم في الأستانة، واستنادا على الافتراض بأن هناك نقطة هامة جدا تتعلق بتحقيق عملية الاستقرار و التخلص من كل هذه العدائيات، وأيضا مراعاة العوامل والجوانب الإنسانية التي تتعلق بكثير من اللاجئين ومن متضرري هذه العمليات، والتي يجب أيضا أن يكون لدينا القدرة على الوصول للتخفيف من الأعباء على ما يحدث من تدمير شامل وكبير في هذه المنطقة من خلال أيضا وقف عملية إطلاق النار. من ميونخ إذن تابعنا مع حضراتكم جزءا من كلمة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، والذي خصص الجانب الأكبر مما تابعناه حول تداعيات هذه الحرب الدائرة في سوريا على الأوضاع الإنسانية، سيما أزمات النزوح في الداخل أو اللجوء إلى الخارج. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى هذا الفاصل القصير. تكرموا بالبقاء معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. وإلى سياق النشرة مرة ثانية. تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب أكثر من 75 مليون قرص مخدر مهربة من الخارج وعملات أجنبية عبر حاويات شحن. وأكدت وزارة الداخلية أن التشكيل الإجرامي يضم 9 مصريين وليبية وجاري ضبط رؤوس التشكيل. محاولة جديدة لتهريب المخدرات لداخل البلاد تصدت لها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. 75 مليون قرص مخدر كان تشكيل عصابي يحاول إدخالها عن طريق حاويتين من إحدى الدول العربية. قدرنا نتوصل إلى أن هذا التشكيل المهم جدا في هذا النشاط تمكن من تهريب شحنة كبيرة حوالي 50 مليون قرص إلى الأراضي الليبية، أمكن من خلال التعاون الدولي بوزارة الداخلية التنسيق مع السلطات الليبية وضبط هذه الشحنة الضخمة في ميناء مصراتة. بعدها مباشرة وخلال يومين أو ثلاثة حاولوا يدخلوا حاوية أخرى عن طريق تركيا عشان تاخد خط السير ده. تمكننا من إنزال هذه الشحنة في ميناء شرق التفريعة، رغم طبعا أنها ليست من مواني الترانزيت أو نزول، لكن طبعا استنادا للاتفاقات الدولية ونظرا لأن دي مواد مخدرة أو مواد خطرة، فده يتيح إذا مرت في المياه الإقليمية أن احنا نستأذن النيابة العامة ونضبط هذه الشحنة والقائمين عليها. وطبعا تمكننا من ضبط 7 من أفراد هذا التشكيل المهم جدا كلهم من المصريين. تم ضبط عدد من عناصر التشكيل وملايين الجنيهات والعملات الأجنبية و9 سيارات ملاكي بحوزة المقبوض عليهم. زعيم التشكيل مظبوط في اسكندرية، ناس مظبوطة في المنصورة، ناس مظبوطة في القاهرة، فدي نوع من الردع العام لهذه القضية انك انت ضبطت الكمية كلها وضبطت افراد التشكيل كل عصابي اللي اصحاب هذا التشكيل، وانك بتظبط المخدر على الميناء قبل ما يدخل البلاد، ودي من اقوى اساليب مكافحة المخدرات في الادارة. تمكنت الادارة من رصد تحركاتهم، وبالفعل تمكنت من ضبط معظم افراد التشكيل وبحوزتهم كميات كبيرة جدا من العقار الترامادول في ميناء شرق بورسعيد، وتم ضبط أموال طائلة تقارب 10 مليون مصري وبعض العملات الأجنبية. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى الجولة الاقتصادية. الزميلة ولاء غانم تصحبنا في هذه الجولة، تفضلي ولاء. شكرا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى جولاتنا الاقتصادية لهذا الأسبوع السريع، حيث يبدأ اليوم وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل زيارة للعاصمة الفرنسية باريس، يلتقي خلالها عددا من كبار مسؤولين بالحكومة الفرنسية ورؤساء بعض كبريات الشركات الفرنسية. ومن المقرر أن يستعرض الوزير فرص الاستثمار والتجارة في مصر خلال مشاركته في الندوة التي تنظمها وكالة الأعمال الفرنسية بيزنس فرانس. كما يناقش الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار خلال لقائه بأعضاء مجلس أرباب الأعمال الفرنسي ميداف. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية، حيث فقد نحو 13 قرشا وبلغ سعر الشراء للدولار 15 جنيها و89 قرشا، وبلغ سعر البيع 15 جنيها و94 قرشا، فيما بلغ سعر شراء اليورو 16 و85 قرشا، وسجل سعر البيع حوالي 17 جنيها. أعلنت وزارة البترول اليوم انتهاء شركاء سيناء أو شركة سيناء للغاز من تنفيذ التعدية الرئيسية لخط الغاز الطبيعي لتغذية المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة الشرق والتعاقد مع أول مصنع بالمنطقة، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز وملحقاتها بالكامل وتشغيل المصنع خلال الفترة القليلة القادمة. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بمدينة القنطرة شرق يأتي في إطار برنامج عمل قطاع البترول لتوفير الطاقة النظيفة اللازمة للمصانع. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع المساحة المحصولية إلى 15 مليون و64 ألف فدان عام 2014-2015 مقابل 15 مليون و69 ألف فدان عام 2013-2014 بانخفاض نسبته 0.3%. وأوضح الإحصاء اليوم في النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتي عام 2014-2015 أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 9 ملايين و10 ألاف فدان عام 2014-2015 مقابل 8 ملايين و92 ألف فدان عام 2013-2014 بزيادة بلغت نسبتها 2%. هبطت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال منتصف تعاملات اليوم، ولمزيد من المتابعة دائما معنا مينا بشرى من مقر البورصة المصرية. صباح الخير مينا، أو أهلا بك إلى هذه النشرة، وما أسباب الهبوط ونحن لازلنا ربما في منتصف الجلسة؟ مساء الخير ولاء. بالفعل عادت جميع مؤشرات البورصة المصرية مرة أخرى إلى التراجع خلال منتصف تعاملات اليوم، مدفوعة بضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب والمؤسسات أيضا، لتدفع بجميع المؤشرات إلى التراجع مرة أخرى بعد أن شهدت صعودا جماعيا محدودا خلال مستهل التعاملات. تحديدا خلال منتصف الجلسة المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 تراجع بمقدار 0.48% ليصل إلى مستوى 12561 نقطة. المؤشر السبعيني ونتيجة أيضا للضغوط البيعية من قبل صغار المتعاملين تراجع بمقدار 2.35% وليصل إلى مستوى 500 نقطة. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 تراجع أيضا بمقدار 1.71% ليصل حتى هذه اللحظة لمستوى 1199 نقطة، وبخسائر وصلت حتى الآن إلى مستوى 3 مليارات جنيه نتيجة لهذا التراجع الجماعي لكافة مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات. يعني نفهم منك مينا بأنه هذا الهبوط كان منذ بداية الجلسة أم أنه حصل ارتداد يعني وهبطت؟ لا نعم، خلال مستهل التعاملات كان هناك صعودا جماعيا خلال بدء التعاملات، ومع بعد مرور قرابة الساعة من بدء الجلسة كان المؤشر السبعيني مستقر وحيدا داخل المنطقة الخضراء في مقابل تراجع باقي المؤشرات، مما يعني أن خلال المستهل كان هناك صعودا جماعيا وأداء متباينا بعد مرور ساعة من التعاملات، ولكن خلال نصف الجلسة اليوم هناك تراجع جماعي لكافة مؤشرات البورصة بفعل الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب.
نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا. مينا بشرى مراسل أون لايف من مقر البورصة المصرية، شكرا جزيلا لكم مشاهدين أيضا، وعودة مرة أخرى إلى أحمد ولبنى إليكما. شكرا ولا. شكرا جزيلا إذن للزميلة ولاء غانم التي قدمت لنا هذه الوقفة الاقتصادية. إذن مشاهدينا الكرام، لن يتبقى إلى التذكير بأهم العناوين. العبادي يعلن انطلاق عملية تحرير غرب الموصل من تنظيم داعش الإرهابية. تونس تستضيف اليوم اجتماعا ثلاثيا حول الأزمة الليبية بمشاركة وزيري خارجية مصر والجزائر. رئيس الوزراء يلتقي اليوم الوزراء الجدد لمتابعة خططهم خلال المرحلة المقبلة. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، انتظرونا على رأس الساعة. موعد إخباري جديد يأتيكم بعد دقائق من الآن بإذن الله.